مشاهدينا الكرام مساء الخير، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من هنا مسبيرو. نبداها معكم بقراءه لاهم واحدث الاخبار. تابعنا النهارده المؤتمر الصحفي اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللي اعلن فيه عن موقف الطروحات الحكوميه الجديده واليات زياده دخول القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. عن هذا الموضوع وعن اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي بينضم الينا عبر اتصال تليفوني الدكتور مصطفى بدر استاذ التمويل والاستثمار. دكتور مصطفى اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. دكتور مصطفى، قبل ما نتكلم عن اهم ما جاء يعني في المؤتمر الصحفي النهارده، ازاي بتنظر الى اهميه توقيت يعني المؤتمر الصحفي خاصه مع يعني الازمه الاقتصاديه العالميه وزياده نسبه التضخم؟ هو طبعا دوله رئيس الوزراء النهارده بيطلعنا مدى التحرك اللي بتقوم به الدوله على مدار السنوات الماضيه وكيفية مواجهة هذه الأمور في خلال الفترة القادمة. وطبعا ما يشغل بال العالم هي الأوضاع الاقتصادية، طبعا من جراء الارتفاعات الكبيرة جدا في مستويات الأسعار والتضخم، وطبعا الحرب الروسية الأوكرانية اللي مؤثرة تأثير كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية العالمية، والحرب لا تزال حتى الآن مستمرة. وطبعا وده تأثيرها تأثير كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية في العالم كله، وتأثيرها ده جاي يا فندم أو نابع من أغلبية إن أسعار البترول في العالم فيها تغير، أسعار الغاز فيها تغير، أسعار مستويات المحاصيل الزراعية والقمح طبعا فيها تغير كبير. هذا بيؤدي للأسف قلق للمجتمع الدولي، والمجتمع الدولي بيترجم هذا بكيفية المواجهة. نعم. وللأسف ما بيكونش فيه كيفية التعاون، كيفية الشراكة. النهاردة دولة رئيس الوزراء بيتحدث في أول اجتماع له في العام المالي الجديد اللي هو عام 23-24، بيدي التصور للمجتمع المصري، بيقول للمصريين بمنتهى البساطة والشفافية، خلي بالكم واحد ان احنا ملتزمين بوثيقة الملكية، يعني احنا فعلا ماشيين بنفتح المجال للقطاع الخاص، دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان الدولة المصرية قادرة على سداد كل التزاماتها من الديون. نمرة ثلاثة ان هو بيطمئن الشعب المصري ان عنده رؤية وشايف التحديات والصعوبات وبكيفية اكتشافها ومعالجتها. نمرة اربعة بيطمئن الناس على الموازنة الماضية، طبعا معاه دولة رئيس الوزراء النهارده كان في الاجتماع وزير المالية ووزارة التخطيط. نعم. قد ايه بيتحدثوا عن معدلات النمو اللي الدولة بتستهدفها قرب ال 4% ويمكن اكثر، وقد ايه الاستحكام في عملية ضبط الديون الخارجية وضبط الديون الداخلي. وده هذه الأمور يا فندم هي اللي بتدي رؤية وكيفية تكوين فرص للاستثمار للمجتمع الخارجي. نعم. طيب دكتور مصطفى، يعني فقرات أهم ما جاء في المؤتمر اللي تم الحديث طبعا فيه عن أهم مستهدفات الدولة في الفترة القادمة وأهم ما تم الإعلان عنه فيما يخص الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في الفترة القادمة. هو النهاردة المؤتمر فيه نقاط في غاية الأهمية، ألا وهو تعديل قانون الاستثمار وإعطاء المحفزات للقطاع الخاص مثله مثل القطاع العام والقطاع الحكومي. وهذه النقطة من أكثر النقاط ترغيبا للاستثمار، وفعلا احنا بنتكلم دايما كخبراء ومتخصصين امنح الفرصه لكل المستثمرين على كل المستويات، يعني من اصغر مستوى لاعلى مستوى، وامنحهم ما بيسمى بالرخصه الذهبيه. الرخصه الذهبيه التي لم تعد قاصره فقط على المشروعات الاستراتيجيه. بالضبط كده، دي نمره واحد. نمره اثنين امنح منح المستثمرين الفرص والمحفزات في تملك الاراضي او تملك انه يكون عنده رخص في بعض من الاستثمارات الاخرى اللي كان ليها تنافسيه مع القطاع الحكومي. اربعه تملك الاجانب وحصولهم على الاقامه في دخولهم للمشروعات القوميه او المشروعات داخل الدوله المصريه. هذه يا فندم ما بيسمى بكيفيه التساوي في ايجاد الفرص وعدم المنافسه ما بين بعضهم البعض في بعض من المحفزات، يعني بتلاقي القطاع الحكومي عنده محفز القطاع الخاص ما كانش عنده بياخده. النهارده قانون الاستثمار بقى موحد لهذه الرؤيه والقانون اقر، وان شاء الله يا رب يتم التطبيق على ارض الواقع بما يليق بفعلا قدره التحفيز اللي احنا بنطلبها في قانون الاستثمار. طيب دكتور مصطفى، هل تتوقع انه مع هذه القرارات الجديده وما اذا تم اقرار القانون، نتوقع انه ده هيساهم في تحسين اداء البورصه، سيساهم في زياده وجود القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؟ طبعا بكل تاكيد، وانما دايما في عامل ومرحله التحدي اللي هي الوقت. كلما كان في رقابه واحكام سريع من الجهات الحكوميه ومن الوزارات
كلما كان الاصطراع ده ليه مردود ايجابي مثل على العمله او ان بيقضي على سعر الصرف. يمكن حضرتك ونقطه الاصطراع مهمه جدا دكتور مصطفى. طبعا الوقت يا فندم، الوقت هو اهم عامل من عوامل الاستثمار، عمليه الاصطراع فيها. ويمكن النهارده في احدى من التقارير من الوكالات الاجنبيه بيقول لك ان السوق السوداء في مصر بتترنح نظرا لاعلان الطروحات اللي تمت دون اعلان عنها او ترويج ليها، فباين ان في السوق السوداء ابتدت تقل اسعارها، وابتدى سعر الدولار ممكن يتحسن خلال الفتره اللي جايه. وهذا هو الشيء المطمئن اللي حصل من الاجتماع، سواء اذا كان صحيح بطريقه مباشره او غير مباشره، ان هو المح ان سعر الصرف سوف يتغير خلال المرحله القادمه. دكتور مصطفى بدره استاذ التمويل والاستثمار، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا على هذا الاتصال. فاصل ونرجع معكم مره ثانيه. ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، وتم مناقشة عدد من الموضوعات والملفات حول هذا الموضوع. معنا اتصال تليفوني بالصحفي كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال أهلا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ عواطف. أستاذ كمال، كلمنا طبعا عن أهم الملفات اللي تم مناقشتها، ربما كان الأهم اللي تم مناقشته من خلال اجتماع مجلس الوزراء النهاردة هو المشروعات التنموية والقومية في سيوة. بالفعل يعني مجلس الوزراء النهارده في اجتماع اسبوعي ناقش العديد من الموضوعات، منها المشروعات القوميه والتنمويه اللي بيتم تنفيذها في مختلف المحافظات، خاصه طبعا مشروعات المبادره الرئاسيه حياه كريمه اللي بتستهدف تحسين حياه حوالي 60 مليون مصري من سكان الريف المصري. النهارده رئيس الوزراء عرض نتائج زيارته بالامس لمحافظه مرسى مطروح وواحد سيوه لتفقد المشروعات التنموية، ووجه الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية في محافظة مطروح وفي واحد سيوة، ومنها مشروعات مياه الشرب الصرف الزراعي ربما كانت أيضا من أهم المشروعات. نعم الصرف الزراعي اللي الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ المشروعات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع، في مرحلة أولى تمت ومرحلة ثانية بيتم تنفيذها. وايضا ضمن المستهدفات تحويل واحد سيوة الى منطقه جذب سياحي بما تمثله من منطقه جاذبه للسياح. رئيس الوزراء اشار الى انه هيتم تقديم كل التيسيرات اللازمه لانشاء منتجعات سياحيه وفنادق، وان المستهدف جذب مليون سائح لواحد سيوة سنويا، هيتم تنفيذ كل المشروعات اللازمه لذلك، وسواء كانت مشروعات تنمويه او مشروعات سياحيه. الملف الاقتصادي كان حاضر بقوه على اجنده مجلس الوزراء، خاصه ما يتعلق بتشجيع الاستثمار وتقديم كل التيسيرات اللازمه. الو صحيح يا استاذ كمال، لانه كان يعني احنا تابعنا كلنا المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي اللي اتكلم فيها عن الوضع الاقتصادي وعن الاليات الجديده اللي والحوافز والتيسيرات للقطاع الخاص في الفتره القادمه. نعم هو بالفعل يعني رئيس الوزراء تحدث عن كل الاجراءات اللي بتنفذها الحكومه لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على المزيد من الاستثمارات بحيث يقود مرحله النمو الاقتصادي القادمه. رئيس الوزراء عرض باستفاضه لكل الاجراءات، سواء كانت حوافز ضريبيه او اعفاءات او تيسير الاجراءات من خلال منصه الكترونيه، بحيث ان مصر تجاوزت مرحله الشباك الواحد واصبحت هناك منصه الكترونيه لانشاء المشروعات وتيسير الاجراءات. ايضا اشار لموضوع الرخصه الذهبيه اللي بتعطى للمستثمر ويبدا العمل ولا ينتظر انتهاء الموافقات. الكثير من الحقيقه الترتيبات والاجراءات اللي اعلن عنها رئيس الوزراء لتحفيز القطاع الخاص خلال الفتره المقبله. والحقيقه ان المؤتمر كان مهم لان توقيته كمان كان بالغ الاهميه. بالتاكيد طبعا يعني نمو اقتصادي كبير في مرحله قال امام القطاع الخاص بقوه. النهارده الحقيقه مؤتمر صحفي رئيس الوزراء حمل رسائل هامه للقطاع الخاص بان الدوله تفسح المجال واسعا امام القطاع الخاص من كل بكل الاجراءات اللي اعلن عنها رئيس الوزراء، كلها بتستهدف ان القطاع الخاص ياخذ دوره الطبيعي في قياده النمو، وان الدوله بتقدم كل التيسيرات اللازمه للقطاع الخاص في هذا المجال. الصحفي استاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، بشكرك على هذا الاتصال. فاصل ونرجع معكم مره ثانيه. تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروعات تطوير محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة. بيكي معانا يا باشمهندس.
اهلا بحضرتك يا فندم. كلمينا بقى بالتفصيل اكتر عن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في مدينه القاهره الجديده ومعدلات التنفيذ الخاصه بالمشروعات. طيب طبعا حضرتك عارفه ان احنا ده متعودينه من الدكتور عاصم ان هو بيبقى متابعه شخصيه من سيادته للمشروعات المهمه. طبعا مشروعات التطوير سواء المحاور او مشاريع الاسكان والخدمات ده ضمن خطه الدوله للتطوير على مستوى الدوله بالكامل. ومشروعات تطوير المحاور الخاصه بالقاهره الجديده دي بيبقى لها اهميه خاصه تماما لربطها بين العاصمه الاداريه الجديده والعاصمه القديمه. وطبعا ان هي بتقع مدينه القاهره الجديده على اربع طرق رئيسيه سواء الدائري الاوسطي او الدائري او طريق السويس او طريق العين السخنه الجديد. وبالتالي تطوير وتوسيع المحاور دي تصل لست حرارات مروريه ده بيحقق سيوله مروريه بتنعكس طبعا على توفير سواء في الطاقه البشريه او في الوقود. طبعا كان من اهم الحاجات اللي اكد سيادته عليها الزياده في اهميه الاسراع بالمعدلات التنفيذ مع التشديد على التنفيذ بالجوده المطلوبه. طبعا احنا حاليا اللي تفقدوا سيادته امبارح هي امتداد محور محمد نجيب وامتداد محور العبور وامتداد محور الجزيره. امتى متوقع انه يتم الانتهاء بقى من المشروع؟ لا احنا جميع التوجيهات اللي بتبقى موجوده بالمشاريع المهمه او المحاور المهمه بتاخد من يعني اقل وقت ممكن بس بالتنفيذ بالجوده المطلوبه يعني. وبيكون في طبعا اكيد متابعه مستمره بقى يعني اثناء المشروع والمراحل المختلفه للمشروع. متابعه يوميه طبعا. طيب عايزين نتكلم برضو عن مشروع منطقه الخدمات المجاوره بقى للمنطقه الصناعيه. طبعا هو مشروع الخدمات اللي هناك بحوالي 130 فدان. طبعا ده بيكون بيضم انشطه متعدده سواء مخازن او معارض او مناطق لوجستيه مباني تجاريه واداريه. طبعا ده بيخدم على المنطقه الصناعيه وعلى المشروعات الاسكان القريبه منه سواء سكن مصر او دار مصر. سواء المشروعين الخاصين بيهم لانه طبعا مهم جدا انه اي مشروع سكني تكون الخدمات متوفره فيه. ده اصلا ده مصدر الجذب للسكان عشان يبداوا الناس تنقل وتسكن لازم يكون حواليهم منطقه خدميه. المهندسه ريهام حسن معاون رئيس جهاز مدينه القاهره الجديده بشكرك على هذا الاتصال. فاصل ونرجع معكم مره. الخبر الاخير اللي معانا تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان تقريرا مفصلا عن خدمات المبادره الصحيه الرئاسيه والقوافل الطبيه وعيادات تنظيم الاسره والتطعيمات الروتينيه والصحه النفسيه وحملات التوعيه التي قدمتها حمله 100 يوم صحه للمواطنين خلال عملها امس في جميع محافظات الجمهوريه. عن هذا الموضوع بينضم الينا عبر اتصال تليفوني الدكتور محمد الغباشي مدير اداره القوافل الطبيه بوزاره الصحه. دكتور محمد اهلا بيك معانا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. دكتور محمد كلمنا بالتفصيل اكتر عن الخدمات اللي بتقدمها القوافل الطبيه ضمن مبادره 100 يوم صحه. القوافل الطبيه طبعا بتشارك في المبادره وممثله للقطاع العلاجي بوزاره الصحه. القوافل الطبيه بتقدم شقين، الشق الاول العيادات التخصصيه المنتشره في كل الاماكن على مستوى الجمهوريه ودي تبعات تخصصيه بيتم طبيب اخصائي في التخصص اللي متخصص سواء كان بطنه او جراحه او عظام او كسمان بنوفر له كمان الى جانب التواجد الطبيب بنوفر معاه الادويه اللي بتخصص ده بحيث ان المريض يدخل العياده بيكشف وبيصرف علاجه بشكل فوري وفي حاله الاحتياج مستشفى مركزي بيتم تحويله طبقا لجواب احاله بيبقى موجود حد بيستقبل الحالات دي. ده جانب. الجانب الثاني القوافل العلاجيه ضمن خطه القوافل العلاجيه واللي بتستهدف الاماكن البعيدة عن المستشفيات المركزية بمسافة أكبر من 15 كيلومتر تبقى فيها العيادات التخصصية كل التخصصات إلى جانب معمل متكامل إلى جانب أشعة عادية وأشعة بالسونار وطبعا صيدلية بيبقى فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات الموجودة وطبعا المواطن بيحصل على خدمته بأقل مجهود وبأسرع وقت. دي نقطة مهمة جدا يعني دكتور محمد فكرة القوافل العلاجية اللي تكون موجودة في بعض المناطق اللي ما بيبقاش فيها خدمات صحية. طبعا احنا بنستهدف الاماكن زي ما قلت كده الاماكن البعيده عن الشاطئ المركزي بمسافه اكثر من 15 كيلو بنوفر طبيب اخصائي موجود الى جانب كمان امكانيه الاحاله. يعني النهارده لو عندي حد محتاج عمليه جراحيه بحوله المستشفى اللي موجود فيها الخدمه دي وطبعا بيتم متابعته بعد انتهاء الفاصله لحين التاكد من حصوله على الخدمه بتاعته. بتبقى قرارات بقى علاجات على نفقه الدوله يا دكتور؟ طبعا بيبقى قرار راجع لنفقه الدوله ولو المواطن مغطى تامينيا بيعالج
طبقا للتامين الصحي بتاعه يعني. طيب دكتور محمد، هل بيبقى فيه يعني مشاركات واسعه في القوافل العلاجيه؟ هل الناس عندها الوعي الكافي بالخدمات اللي بتقدمها القوافل العلاجيه؟ بص حضرتك، هو جزء من العمل بالقوافل او عموما الخدمات اللي بتقدمها الصحه، الجزء الاعلامي ده مهم جدا، ان احنا بنعرف الناس الخدمات الموجوده، وطبعا بنبدا نعمل دعايه للقافله او للخدمه اللي هتتقدم قبلها بفتره، سواء كانت دعايه صوتيه او دعايه مرئيه عن طريق الاعلانات اللي بتبقى موجوده. ده طبعا بيتعرف، الى جانب ان انا بيبقى عندي جزء في القوافل عباره عن تثقيف صحي. التثقيف الصحي ده بعرف الناس جزء صحي، وجزء بعرف برضه الخدمات اللي بتقدم وزاره الصحه. ممكن المواطن اللي موجود في المكان البعيد ده ما عندوش فكره عن ايه اللي بيتقدم وايه الخدمات اللي ممكن يحصل عليها بشكل مجاني او بتكلفه اقل، وبيتكبد مبالغ كبيره. طبعا ده جزء مهم لازم نشير اليه في القوافل الطبيه وعموما في الجزء الصحي يعني. هل عندنا بالارقام عدد المترددين بقى على القوافل العلاجيه قد ايه؟ بص حضرتك، هو احنا من بدايه الحمله الحاليه اللي هي بدات يوم 25/6، القوافل الطبيه قدرت توقع الكشف على 117928 مواطن. تم صرف العلاج ل 108000 تقريبا، واتعمل اشعاعات طبعا لعدد منهم، واتعمل اشعه عاديه واشعه بالسونار زي ما قلت، واتعمل تحاليل معمليه، وطبعا تم تحويل الحالات اللي موجوده محتاجه تحويل، تم تحويل للمستشفيات واتخاذ الاجراءات اللازمه. في كمان تطعيمات للاطفال يا دكتور؟ لا، تطعيمات الاطفال، التطعيمات الدوريه مش موجوده في القافله نفسها، دي بتبقى موجوده في الوحدات الصحيه، اللي طبعا بتبقى حاجه دوريه، لان انت عارفه التطعيمات محتاجه امكانيات معينه. صحيح. وليها سيستم معين لازم يبقى موجود يعني. طيب هل بعض المناطق كان فيها يعني عدد اكبر من المترددين للقوافل العلاجيه؟ طبعا عندنا من المحافظات الكبيره عدد، كل ما زاد عدد سكان المحافظه او عدد الاماكن المستهدفه بيزيد العدد. محافظه المنوفيه، محافظه الجيزه، محافظه اسوان، طبعا من المحافظات اللي التردد فيها عالي جدا على القوافل الطبيه. زي ما قلت لي يا دكتور محمد، انه القوافل العلاجيه بتقدم طبعا خدمات مختلفه، وانه البعض لو يعني محتاج علاج على نفقه الدوله بيتم يعني عمل هذه القرارات، لكن لو في احتياج لزيارات منزليه هل ممكن القافله العلاجيه يعني تقدم الخدمه دي؟ حضرتك، هو فكره القوافل، ايوه انا زمان حضرتك بتروح للمواطن لحد عنده، فكره ان انا بقرب له مسافه ان وجود خدمه علاجيه موجوده في قريه ممكن يكون موجود فيها وحده الرعايه الاوليه مش فيها الخدمه اللي بتقدمها القافله، ده اعتبر كان انا وصلت لحد. وطبعا يعني تسهيلا على اهلنا من كبار السن، ولو هم محتاجين طبعا ما فيش مشكله ان احنا نساعدهم ونوصل لهم لحد البيت يعني. دكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. بكده تكون انتهت فقرة أخبارنا. بعد الفاصل الزميلة داليا ناصر في ضيافتها الدكتور عبد الله الخضرة، أستاذ هندسة الطرق والكباري بجامعة بني سويف، للحوار حول افتتاح كوبري طه حسين اللي بيربط محور الحضارات بالمقطم. بعد الفاصل نعود معكم مرة أخرى.